ورفع أبويه
وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني الصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين
أَفَلَمْ يَسِيرُوا